السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي بلي تعطلت عليكم، ما عاودتش حطيت لكم حنا غادي نقضي واحد الكيمينو قصير، ولكن راهي ما قصير لان عندي انا نفسي غير جوج ونص. ان شاء الله انا غادي مع السروال. دابا اول حاجه اللي غادي باش ان الثوب ما غاديش يضيع لكم، غادي ناخذوا غنقطعوا القياس تاع السروال. كيف ما كتشوفوا انا منين حطيت يعني السروال انا غنديروا بلاستيك، غادي ناخذ من هاد النقطه ديال الحزام، من ديك النقطه ديال الحزام حتى للنقطه فين عندي يعني حتى فين بغيتوا السروال نتوما، وغادي نزيدوا عليها تقريبا واحد يعني القياس ديال التكفيفه والقياس ديال لاستيك اللي غادي نتنيوه من الفوق. يعني تقريبا انا حاولت ما نديرش كاع، تقريبا واحد ديك 110 انا درت قل منها. حاولوا انكم تنقصوا عليها واحد الشوي الا بغيتوا انكم توفروا داك الطول ديال الكيمينو يجيكم طويل واحد الشوي، حيت هنا عندي هنا هي جوج ونص، وإلا عندكم ثلاثة وبغيتوا داك الفوقاني يجيكم طويل من الأحسن. ولكن أنا هي قلت لكم في حالة يعني عندك جوج ونص وبغيتي تخرجي من هذا الموديل، راه هي بالتوب كيفاش أنك غتفصلي راه غادي يخرج لكم إن شاء الله، يعني غيكون مقاد. والطول كيف قلت لكم حاولوا تنقصوا واحد الشوي على متر وعشرة إلا كنتوا يعني حاولوا تجيبوا الطول ديالكم هو هذاك، وزيدوا غير القياس ديال التكفيفة ديال التحت، وزيدوا واحد 3 سنتيم اللي غادي نديرو كي قلت لكم من الفوق اللي غادي نتنيوها. دابا هانتوما تشوفوا انا غنقطع دابا هاد القياس ديال السروال غادي نحيدو، يعني انا كنقطع هنا الثوب على الطول ديالو، حيت انا غادي ندير الثوب على الطول لان السيده راه ما عريضاش بزاف، وهاد القياس ديال السروال تقريبا ستوندار كيلبسوه حتى يعني الايل راه كيلبس الايل المخير. دابا هذا غادي نتنيه بحال هكا، غادي نتنيه يعني غنحاول يعني انا لان هذه الطريقه اللي اول مره كندير لكم يعني الفصاله ديال السروال، وراه هذه الطريقه حاولوا تتبعوها معايا، راه طريقه كنظن انها سهله وكيجيكم السروال زوين وما كتجيش فيه واحد التخنيشه هنا من القدام كيكون بحال مخنش ولا منفوخ ولا يعني شحال من وحده كتوقع في هذا المشكل. ولكن انا غادي نحاول نوريكم يعني دوك يعني داكشي اللي كي يحاول يجيب السروال بحال هكاك. دابا هنا انا غادي نخلي لان عندي غير متر ونص في العرض، غادي نحاول نخلي واحد الخمسة سنتيم شايطه، هذيك الخمسة سنتيم هي اللي غادي تكون ديال القاعده ديال الخلف، يعني هي كيف ما كتشوفوا انا كنوريكم خمسة سنتيم تقريبا اللي غادي تكون خارجه، حيت الا جيت نتني التوب كله على أربعة عاد نخرج ديك سميتو غيحاول يضيع ليا التوب. هادشي علاش كنحاول باش يجيني هذا باش ما نضيع حتى شي حاجه من التوب. صافي، وهاد الحاشيه هادي كيف كنقول لكم ديما حاولوا انكم تقيسوها بيديكم، تكون ما يكونش جهه خارجه على الاخرى. صافي، غادي نشوف انا هنا تقريبا شحال بقى ليا في العرض، راه بقات ليا 34 يعني 30 ديال اللي عندي ديال الحوض و 4 سنتيم اللي غادي نخرجها بالنسبه للقاعده ديال الامام، يعني راه كتجينا مزيانه. صافي، دابا حاولوا انكم غير تبعوا معايا يعني هذا، راه غنحاول نشرح لكم بواحد الطريقه بسيطه. كيف قلت لكم انا تنيت التوب على 4، خليت هذيك الجهه خارجه. انا دابا غادي نحاولوا انكم نتوما كيف قلت لكم حاولوا يكون عندكم مثلات باش تخدموا بواحد الطريقه سهله. غندير واحد زاويه قائمه، غادي نسطرو يعني الخط باش لا كان عندنا شي حاجه مقاداش. دابا غادي نشوفو من هذيك النقطه، من هاد النقطه الفوقانيه يعني غنخلي داك 3 سنتيم اللي غادي انا نتنيها على قبل لاستيك، ومن ديك 3 سنتيم غادي ننزل ب 35 سنتيم. اولا الا ما بغيتوش القاعده تجيكم نازله واحد شوي، الا انا هذا سروال عريض ما كنديروش فيه ديك القاعده اللي كتكون لاصقه، يعني من الفوق غديروا ما بين 37 حتى 38، و 37 راه كتجي مزيانه حتى هي، يعني من الفوق من ديك النقطه الفوقانيه غادي تنزلوا بواحد 37، او لا انا هنا نزلت ب 38. الا بغيتوا القاعده تجيكم ناقصه واحد الشوي يعني ديروا خمسة، ديروا تقريبا واحد المهم ما بين 36 حتى 37. هنا دابا انا غادي نحدد هذيك الدوره ديال الحوض، دورة الحوض انا عندي فيها 28، غادي نزيد عليها 2 سنتيم هي 30 سنتيم، وغادي تبقى ليا ديك 4 سنتيم. هاد 4 سنتيم هي القاعده ديال الامام، هاد 30 هادي غنعاود نتراصيها الفوق تاني،
صافي وغادي ينزل بواحد، يعني غنلاقي هذيك النقطة الفوقانية مع النقطة اللي تراصيت. يعني راه كنظن ان يعني الطريقة بالنسبة للسروال العريض راه ما كنظنش فيه، يعني غير تبعوا المراحل. هي بالنسبة للسروال اللي كيكون طيور هو اللي فيه شوية الخدمة، وتا هو غنحاول انني باقي نديرو لكم، هو اللي خص يعني القاعدة وداكشي كلشي يكون المقاسات مضبوطين. هنا صافي هاد 4 سنتيم هادي، دابا هاد الفوق هذا غادي نحاول انا غنقص من هاد 30 سنتيم. هنا هو فين غتجيني ديك التخنيشه بزاف الا خليت هذيك 30. يعني غنشوفوا، حنا غنشوفوا المقاس ديال الحزام عندنا شحال فيه. هنا عندنا 4 سنتيم، غنعاود ندير الفوق ثاني واحد 5 سنتيم تقريبا هنا باش غادي نخرج ديك القاعده. هذه القاعده ديال الامام، لان الامام كيكون ناقص على الخلف. وبالنسبه لهذا، بالنسبه للمقاس ديال الحزام، كتحاولوا انكم تشدوا الحزام بواحد الطريقه تكون عريضه واحد الشوي، هي اللي غادي نديروها. غنديروا بحساب لاستيك، حيت الا خلينا هذيك 30 سنتيم وخا درنا لاستيك راه غادي تجينا مخنشه. حاولوا ان داك الحزام تاعكم تزيدوا عليه غير واحد شويه، واحد 3 سنتيم او 4 كافيه. صافي نحاول كيف كتشوفوا، انا درت تقريبا 26 اللي درت، يعني على حساب الحزام ديال السيده. انا كنقول لكم حاولوا ان الحزام ما تخليوش، يعني كاين اللي تيخلي مثلا هذيك 30 سنتيم كيخليها نفسها وكيجمع بلاستيك، ولكن ملي كتجمعوا بلاستيك راه كيجيكم مخنش من القدام. حاولوا ان ديما الحزام تدخلوا فيه واحد شويه، وخا عندنا لاستيك تخليو يعني غير القياس ديال، ما تخليوش بزاف فين نجمعوا لاستيك تيولي عندنا، يعني كنزيدوا واحد 4 سنتيم كافيين على المقاس ديال الحزام. صافي انا كنحدد الطول، انا عندي 98 سنتيم، ولكن راه غنزيد عليها، غنعاود نزيد التكفيفه. كيف قلت لكم في الاول، انا حاولت هذيك متر وعشرة، يعني ملي جيت نشوف المقاس تاع السروال لقيتو يعني قل، هي باش توفروا لهذاك الفوقاني باش يجيكم طويل واحد شويه، هادشي علاش. صافي بالنسبه للعرض ديال التحت، نتوما عندكم الاختيار، بغيتو ديروه عريض تخليو داك العرض كامل راه تخليوه، بغيتو تنقصو تنقصو، يعني السروال عريض نتوما والاختيارات ديالكم كيف ما بغيتو. بغيتو تخليو يعني فيه ديك 22 سنتيم لتحت كافيه تخليوها، بغيتو تخليو فيه حتى ل 30 35 حتى هي راه كتجي مزيانه. انا سراول خدمتهم ب 35 كاع في العرض تقريبا، داك العرض كامل اللي لتحت كنت خليته وجاو زوينين. وغالبا هاد السراول كيكونوا في الصيف زعما كيتلبسوا كيكونوا زوينين. انا هنا دابا درت 30 سنتيم اللي خليت ليه في هذا في العرض. صافي ومن هذيك النقطه، من ديك النقطة ديال 34 كنزل مباشرة يعني النقطة ديال الأسفل. دابا أنا هنا كنحدد كنتراصي الأمام، دابا هذا بالنسبة للأمام. دابا غادي نتراصيو الخلف، بالنسبة للخلف هذيك 5 سنتيم اللي خلينا راه يعني من ديك 30 غتكون عندنا 9 سنتيم، يعني 4 وغنزيدو عليها 5 هي 9 سنتيم من ديك النقطه ديال 30 سنتيم، من هذيك الثالث تما هي 9 سنتيم. هنا بالنسبه للخلف، يعني الاختلاف اللي كاين في الخلف هو ان غادي نزيدو 2 سنتيم على الامام، يعني غنبداو من النقطه الفوقانيه، حيت انا كيف شفتو كيف هذا راه دخلت، راه ما خليتش ديك 30 سنتيم، راه دخلت في الحزام، راه درت فيه تقريبا هي 26. وكي قلت لكم يقدر ديروا حتى القل الا ما كانش عندكم الحزام بزاف. صافي وكنبقاو غاديين بهاد 2 سنتيم هادي، يعني كنبقاو غاديين حتى لهذيك النقطه ديال اللي فين حددنا هذيك 9، وكننزلو كنحاولوا اننا غادي ننزلو واحد شويه، ما غاديش نديروها في هذيك النقطه بالضبط. صافي انا يقدر يعني قدرت راه غير بيديكم، الا ما كانش هذا يقدر تستعملوا الادوات اللي عندكم. كيف قلت لكم هنا حاولوا انكم تنزلوا بواحد 2 سنتيم او لا سنتيم على ديك النقطه،
صافي وكتخرجوا. ومن بعد هاد البلاصه هاد الجهه هادي هي اللي غتكون عريضه عندنا واحد الشويه، ماشي غنبقاو خارجين بجوج سنتيم. يعني كيف ما كتشاهدوا انا كيف غادي ندير، يعني هاد البلاصه راه غتكون عريضه واحد الشويه، غتبقاو نازلين بها تقريبا حتى لهاد البلاصه، وغتبقاو ثاني نازلين بجوج سنتيم حتى للاسفل. يعني جوج سنتيم كافيه ما تفوتوهاش. هذا بالنسبه للسروال العريض صافي. وكتجيو حتى لهاد البلاصه كتنزلوا واحد الشويه تقريبا، وكديروا هاد التقوره بحالها باش يكون عندكم، لان كتشوفوا يعني اللور ديما خصو يكون زايد على القدام باش ديك القاعده ماشي منين بقاو نتحدروا اولا، يعني كننزلوا بواحد الاريحيه كيكون السروال مرتاحين فيه صافي. هنا وخا البشر ما كيبانش ليا مزيان، الاختلاف اخر اللي غيكون هو النقطة بالنسبة للأمام غادي نطيحوه، يعني غتكون عندنا طيح على الخلف، غادي ننزلو من هذيك النقطة، من ديك النقطة اللي حددنا فين درنا النقطة ديال الحزام، وغادي ننزلو بواحد 3 سنتيم تقريبا، يعني راه في هذيك غننزلو في الجهة ماشي في الجهة المسدودة، يعني الجهة اللي جهتي راه ما كنزلوش فيها، الجهة الأخرى باش ما يعني صدقوا قالبين الجهات ولا صافي. دابا غادي نقطع الخلف هو الاول، يعني الخلف هو الاول غادي نقطعوه من بعد، وهذيك السنتيم هذاك السنتيم هذوك 3 سنتيمات اللي نزلت بهم هذوك راه ما غتقربوش ليهم دابا، يعني غنقطعوا الخلف هو الاول حيت الخلف ما عندناش فيه طايحين، لا يعني القطعه عاديه صافي. ملي غادي نقطعوا دابا الخلف وغادي نوريكم ثاني كيفاش غنعاودوا القطعه ديال الامام. وهاد السراول هادو راه كيجيو حتى بالكريب، كيجيو زوين، هذا حتى هو راه كريب هذا اللي خدامه به، وكيجيو بداك فيبران حتى هو كيجيو في الصيف، يعني كاع التويبات التويبات بالنسبه ل 30 درهم و 40 درهم راه كيجيو بهم زوينين صافي. دابا غادي نقطع كيف كتشوفوا، يعني راه الخلف هو الاول صافي. دابا من بعد ما قطعت الخلف غادي نهز هادوك الجوج الفوقانيين، يعني راه كتشوفوا كيفاش راه ماشي هو ماشي كيفاش كنفصلو بحال البيجامه كنحيدو دوك الجوج الوسطانيين، عاد كنهزو غير دوك الجوج الفوقانيين وكنعاودو نقطعو الامام تاني بوحدو يعني صافي. هنا هو هادي هي الطريقه باش غادي نحيدو، يعني ورا ماشي غتحيدي مثلا بحال بيجامه او لا جلابه صافي. دابا انا كنحيد كنقطع ثاني بالنسبه للامام، دابا ملي غادي نقطع غادي نعاود نحيد ثاني هذيك 3 سنتيم اللي كنت اللي طيحت بها القدام صافي. دابا 3 سنتيم حتى هي هنا. هو من بعد ما كنحيد هذيك 3 سنتيم راه بالنسبه للخياطه ديالو راه يعني ماشي صعيبه، هانتوما يعني راه كتشوفوا الوجه على الوجه، وكنخيطوا يعني من هذيك النقطه ديال القاعده بالنسبه للقاعده ديال الخلف والقاعده ديال الامام، يعني كندوزو بالخياطه حتى لجهه القاعده وكندوزو للجهه الاخرى، ماشي كدوزو للقاعده وكتعاودو تنزلو، يعني بالنسبه كنشرح بالنسبه للمبتدئات كيفاش غادي يخيطوا.
صافي. هنا بالنسبه للقاده ديال الامام حتى هو راه كان من هاد البلايص هادو اللي كنشد بالفنايت، يعني هو البلاصه اللي غادي يدوز منها الخياطه، يعني هاد البلايص هادو راه كيتخيطو، ملي كيتخيطو عاد كيتقلب السروال ثاني كيتجمع ثاني من الوسط. ها هو كيف ما كتلاحظوا مع التوب شويه كيزلق، داكشي علاش ما راه كريب، هذا كريب مزوق، حتى هو راه كيجي زوين خارج، حتى هو كيديروا به كساوي. هنا راه كتبان لكم هذيك الهبطه ديال بالنسبه للامام، كتبان لكم هذيك الطحيط ضروري انكم يعني ما يجيكمش بحال قد بحال اللور بحال القدام. صافي المهم انا غادي نحاول نوريكم بعض اللقطات في الخياطه، يعني نحاول ان نوريكم شي حاجه سريعه باش واخا يعني الشرح، يعني الخياطه ما غاديش تكون فيها كل شيء، ولكن المهم غنحاول نعطيكم غير بعض النقاط المهمين. صافي دابا غادي ندوزو لهذا الفوق الفوقاني، ونوريكم حتى هو كيفاش غادي نفصلو. دابا التوب انا راه كنخدمو على الطول ديالو، يعني التوب خدمتو على الطول ديالو، لان السيده يعني عاديه في العرض، وراه واخا هكاك عطاني العرض وتقريبا معاه هو توافيه متر ونص، ما شرب ليا ما والو، ماشي بحال التواب ديال الخيط كيشربو كينقصو شويه. دابا هنا غادي نتني التوب كيف ما شفتو، انا تنيتو على 4، درت ما حيدتش هذيك السنتيم ديال ديك الحاشيه بالنسبه للامام، انا خليتها لان غادي نزيد هذيك البانطه دايره. صافي هنا غادي نحدد الطول باش ما ندخلش في الكمام، لان كي قلت لكم انا راه عندي غير جوج ونص، يعني انا درت 70 سنتيم اللي درت، ولا لقيتو نتوما كيفاش الا بغيتو يجيكم طويل واحد شويه، كنعاود ناكد عليكم انكم تنقصوا شويه من الطول ديال السروال ديروه في القياس، باش على الاقل تشيطوا يعني غير واحد الربعة او لا 5 سنتيم، ولا بغيتو يعني داكشي يكون وافي وطويل شويه، يعني 3 راه كتجيكم خيره. وحتى جوج ونص انا راه من بعد غنسالي غنلبسو ونوريكم يعني كيف جا. صافي هنا غادي نتني التوب على 4، يعني بطبيعه الحال بالنسبه للامام راه غادي يكون عندنا الجهه مفتوحه، والخلف راه غادي يكون مسدود. هنا راه غير التوب كيف ما كتشوفوه كيديره واحد شويه، داكشي علاش عطاني داك كيف شفتوه مكمل شويه من القدام. ايوا بالنسبه في الخياطه حاولوا انكم ما تيروش جهه على واحده اخرى باش ما يجيكمش فيها بحال هكاك. صافي دابا غادي نحطوا المقاسات اللي عندنا. هنا غادي نبداو نحطوا المقاسات ديالنا، لان كي الجهه عندنا جهه مسدوده وجهه محلوله، الجهه ديال الامام كنحطو 8 سنتيم اللي هي قاعده، وكنزيدو بجوج سنتيم ديال الخلف. هنا كنحدو النقطه ديال الكتف، لان عندنا الكتف طايحين من ديك 19 سنتيم، يعني بلا زياده كنزيدو واحد 12 سنتيم كافيه انا باش ما يجيكمش الكتف طايحين بزاف والتوب مرخي واحد شويه، يعني 14 كتجي شويه واحد شويه طايحه ثاني. كنزلو بخمسة او لستة سنتيم، لان كل ما كنطيحو الكتف كتعاود ما كنبقاوش بثلاثة، كتعاود ديك ثلاثة كتولي ستة او لا يعني خمسة او لستة سنتيم، يعني ما حدنا كنزيدو في ديك المسافة، وراه ديك دوك المقاسات كيتزادو. هنا غادي نزلو من هذيك النقطة اللي باش هبطنا غنزلو بواحد 26 سنتيم. هنا هاد 26 انا اكثر هي كندير داك التركيز وكنزيد عليه 6 سنتيم، يعني التركيز تقريبا كتكون فيه 21 سنتيم وكنزيد عليه ديما ديك 6 على حساب السيده، ولا كانت عريضه ثاني راه، ولكن 26 كتجي مزيانه كتجي في القياس. صافي ملي كنزل ب 26 كنعاود نحدد كنشوف يعني عندي النقطه ديال الصدر شحال عندي فيه، وهاد القياس اللي غنعطيكم راه كيلبس تقريبا الفوق راه حتى الاكس ال، حيت هو كيكون محلول
هنا كنحاولوا ان غير غندخلوا، لان كيجي بهذه الطريقه بحال مخزاني، كندخلوا غير بواحد 3 سنتيم باش ما يجيناش فيه ديك. هو ما كيحاول ما كيبغيش كاع ديك الطريقه ديال الايفازي، اولا ما كيجيش بها زوين. غير العرض راه ما غاديش نديروه لتحت بزاف عريض باش ما يجيناش، باش ما يجيش ثاني عريض بزاف، ما كيجيش زوين. يعني العرض في التحت راه غادي نخليوه غير القياس، غنحاولوا انا ما غاديش نعرض بزاف لتحت. صافي ملي كننزل كندخل تقريبا بواحد، يعني كيف شفتوا هنا انا راه كنحاولوا يعني ديروها غير بيديكم، ومن هذيك النقطه كننزلوا بالمسطره. صافي راه هذا كيف قلت لكم هذا الموطيل هذا راه ما كيكونش ما كيبغيش العرض بزاف لتحت. صافي انا هنا غادي نحدد هذا بالنسبه للامام، بالنسبه للتقويره ديال الامام. ها نتوما غتشوفوا كيفاش يعني غادي نقدها، يعني من ديك 8 سنتيم، من ديك 8 سنتيم كنزلو، يعني باش كتجينا مقوره. صافي يعني راه الطريقه بسيطه. كنقطعوا دابا كنحيدوا الخلف، صافي. انا بغيتو كاع تدخلوا واحد شويه على هذا العرض انا اللي درت، يعني ديك 2 سنتيم اولا 3 كي قلت لكم كتعاود تنزلوا بها. الا بغيتو تدخلوا شويه على داك العرض يعني راه غادي تدخلوا، بغيتو تخليوه بحال هكاك عريض راه غيبقى عريض. صافي انا ما عندناش العرض بزاف، ما غاديش نحاولوا يعني غادي نطلعوا بزاف بواحد 2 سنتيم تقريبا، ما حيت ما مجنحش عندنا. صافي غنحيدوا دابا بالنسبه للامام. ها هو راه عندنا الامام راه محلول. صافي غادي هنا نقادوه وغادي نحيدوا. يعني كنظن ان الطريقه راه يعني واضحه. صافي بالنسبه لهذيك الحاشيه يعني اما نزلوا حتى لتحت حيدوها اولا ضربوها بالسورجي. نحيدها بالمقص لان من بعد غادي نسورجي، عاد غادي نخيط. صافي هنا الكم دابا غادي نشوفوا يعني الكم فين بغينا حنا يجينا، يعني من ديك النقطه ديال الكتف اللي عندنا فيها 19 غنشوفوا فين، غنشوفوا يعني الكم فين بغيناه يكون، ولكن غادي نحيدو ديك 12 سنتيم اللي نزلنا بها. يعني انا هنا كيوريتكم الا بغيتو كاع هاد العرض هكا ديرو قل منه راه تنقصوا شويه. صافي انا غنشوف شحال عندي هنا، راه كيف قلت لكم هنا 26 هي اللي غادي ناخذ عليها المقاس ديالكم. يعني هذا هو الثوب، هذا هو الطرف اللي باقي ليا غادي ندير به الكمام، وغادي ندير به الباندات اللي غادي تدور على الكم وعلى المنطقه ديال الامام. يعني انا كنحاول انني ما نضيعش الثوب، يعني داكشي اللي عندي ديك 26 نخليها كيف ما هي، ما نتنيش الثوب على 4 كله، لان هذيك الجهه راه غادي تبقى ليا. غنحاول نخلي ديك الجهه المسدوده غنخليها لهذوك الباندات اللي غادي نحتاج. دابا هنا كنحاول انني نلقى دوك القياس ديال 26 سنتيم يعني بالضبط، ما نحاولش انا نزيد عليها. كيف قلت لكم الثوب راه هي الجونس اللي عندي، غنبقى غاديه كنرجع حتى نلقى 26.
صافي. وبالنسبه لهادو راه مخزنين، راه ما فيهم لا ديك التقوره ديال الكم، راه عادي كنزلو غير بثلاثة سنتيم. ثم راه خليته نازل، وخا نازل ماشي مشكل لان اصلا غادي يتقطع صافي. وكنزلو يعني بخط مستقيم، وكنشوفوا الطول ديالكم شحال بغينا فيه، يعني كيف كتشوفوا يعني انا نحدد من النقطه ديال الكتف فين بغينا في الكم، وغادي نحيدو منه هذيك 12 سنتيم، وغادي نديرو بحساب الباندا اللي غادي نزيدو حتى هي في الكم، يعني هادشي كامل غادي ديرو بحسابه صافي. وغديروا العرض، غتحدوا العرض ديالكم، هما كيف ما كانوا عرضوا واحد شويه كيجوج زوينين، من الاحسن يعني من 20 الفوق او لا 18 ما بغيتوش يكونوا عرض، ولكن هنا هادو كيجوا فيهم 20 الفوق كيجوا زوينين، 20 حتى 22 صافي. وهذا الطرف هذا اللي كتشوفوه باقي راه هو اللي غادي نحدوا منه، كيف قلت لكم يعني باقي لنا لكم، وهذيك الدوره اللي غادي ندورو على الامام حيت هو ما فيه لا سجفات لا والو. يعني هنا راه انا هاد جوجونس راه ما بقى لي منها، يعني جاتني قد ما شاط لي منها حتى شي حاجه دابا. نحاول اني نحيد هاد الشيء اللي باقي لي انا باش ما يبرزنيش في الخدمه دابا. هاد الطرف التحتاني هذا اللي غادي اللي بقى لي في التحت، يعني حاولوا انكم كيف كتشوفوا يعني حيدوا كاع هادوك الطرف اللي ما خدامينش باش حتى الخدمه تجيكم سهله. هنا هاد الباندا هادي ديالكم راه ما بغيناهاش تكون عريضه بزاف، يعني نتوما والاختيار تاعكم. كاينه مثلا كتجي انت بعض المرات كليانه كتقول لك بغاتها تكون عريضه واحد شويه، كاينه اللي العكس، ولكن هو يعني ديك الحلاوه ديالها كتكون زوينه كتكون ما بين ديك 8 سنتيم 6 7 حتى 8 كتجي زوينه، ما تكونش تاني ما عريضهش بزاف. يعني شفتو انا هذاك الجزء اللي بقى ليا طويل راه هو اللي خليته قطعتو على جوج باش نخليه لهذيك الدوره اللي غادي ندور على ديك الباندا اللي غندور على الامام، وهذا اللي بقى ليا دابا هو اللي غادي نحدد به الكمام. هذا الباندا هي ديال الكمام، راه جاتني تقريبا هي هذيك، ما بقى ليا منها حتى شي حاجه، جات لاصقه مع العبار ديال داك القياس اللي درت في الكم، لان غادي تكون مضوبله هي صافي. انا غادي نحاول انني نقادو صافي. انا هذيك الجره اللي كندير انا كيفاش كنقطع الثوب، كاين بعض المرات شي ثوب راه ما كيمشيوش بحال هكاك، اولا بعض المرات كيمشي لك في الطول وفي العرض ما كيتقطعش، يعني حاولوا انكم تقطعوا ديروا التراسي بالمسطره وتقطعوا بالمقص باش تجيكم القطعه مقاده. وهادو دابا راه هاد الموديلات شفت ولاو خارجين بزاف، حتى كيديروهم بتواب كيكونوا بساتان ملونين، ولكن كيدار الفوقاني كدار قميجه بالصديفات والكول كيجيو حتى هما زوينين صافي. حاولت انني نقاد هذاك يجي قد الفوق بحال الفوق بحال التحت صافي. وغادي نقسم هذا الطرف هذا غادي نقسمه على جوج،
صافي هذا الجزء اللي بقى لنا غادي نقسموه على جوج باش نديروه بالنسبه للاكمام، وغنحاول انني ندير لكم واحد الفيديو قصير. المهم غنحاول نوريكم غير شي حوايج كيف قلت لكم في الخياطه، وان شاء الله باقي نعاود نتطرق للسروال الخياطه ديالو بوحدو. المهم انا كنتمنى انكم تستافدوا من هذه الطريقه ديال الفصاله، وغتشوفوا النتيجه النهائيه. كنتمنى الفيديو يعجبكم، والى اللقاء في فيديو واحد اخر.